كلامنا في المجموعة دي هيبقى أو في الكام محاضرة جايين دول هيبقى على بلجن الريفاير، وده بلجن هنستخدمه على الأقل في بداية الكورس بتاعنا في عملية الفراكتشرينج أو اللي هي عملية التكسير أو الداينامكس. بعدين طبعا مش هيبقى هو المين تول بتاعتنا، هتبقى الثينكينج بارتكلز، ولكن خلال الترم الأولاني والتاني هيبقى الشغل بتاعنا على ريفاير، ولما نخش في الترم الثالث هيبقى شغلنا بقى على الريل برودكشن بروجكتس، هتبقى ال ثينكينج بارتكلز. تعالوا بسرعه كده ناخد نعرف ايه هو ريفاير، وليكن هياخد بوكس ويهرسم بوكس بالشكل ده كده. الاول انا عايز اروح ليونت سيت اب واتاكد ان انا جينيريك يونتس، وان ال1 صمت او ال1 يونت بتساوي 1 هنا 1 متر، بس يعني خلينا على السنتي بما اننا ما بنشتغلش حاجه كبيره. بس خلي بالك موضوع زي ده تحاول انك انت تعمله في اول السين، مش في النص، لان بيبقى الموضوع صعب قوي لو غيرت الوحدات في النص. هكليك الكيوب وكالعاده هروح ل الكالرينج، وبحط الكالر بتاعي اللي هو الشيدر الغامق شويه ده، تمام، اقوم قايل له اوكي. هضغط F4 عشان اجيب سيجمنتس، ومش هعمل هنا اي حاجه. الفكره بعد كده ان انا هجيب وليكن سفير، وعايز ارسمها، يعني ارسمها فوق ده كده، فممكن اقول له اوتو جريد. اوتو جريد هو لو انت رحت على اي اوبجكت هيفتكره ان هو الارضيه بتاع الماكس، فلو انت وقفت هنا كده وعملت كده هو اعتبر ان الجريد هو الكيوب بس، شيلها بس كده وخلاص، حاجه بالشكل ده كده. انا هعمل رايت كليك على التايم لاين وهقول له ان انا عندي 600 فريم، طبعا مش هستخدم 600 بس ان كيس، يعني هقول اوكي. انا لو انا عايز ان دي تخبط في دي في البتاع ده فتكسره، الاول انا عايز اعمل اللينكس تخين شوية، بس حاجة زي كده، وزي ما قلنا عايز دي تخبط فيه تكسره. انا وليكن هعمل دي كده واقول له اوتو كي، واطلع لغايه فريم رقم 40 مثلا، وهقوم واخد دي هنا كده تعدي من النص. لو جينا عملنا كده هنلاقيها عدت كده. رايت كليك واقول له ريل تايم، طبعا لو السين خفيفه عشان تشوف الريل تايم انيميشن عامله ازاي، لان التانيه دي اللي هي من غير ريل تايم هي ميزتها ان هي بتشغل الانيميشن فريم باي فريم، ما بيعملش سكيب للفريمات حتى لو السين تقيله، بس خلي بالك انت ما بتبقاش شايف السرعه الحقيقيه للانيميشن، اما ريل تايم فبيوري لك السرعه زي ما هتطلع بالظبط. فبما ان السين خفيفه فهنخلينا على ريل تايم. هنروح للكيوب ونروح لكرييت اوبجكتس، وهقوم قايل له من هنا ريفاير. ريفاير بلجن خارجي، تمام، هو هيبقى ان شاء الله متوفر في الكورس اكيد. في مرحله المبادئ دي ممكن تجيبه من على موقع سي جي بيرز، وده موقع تورنتس. الانستوليشن بتاعته ممكن تكتب على يوتيوب ري فاير انستوليشن، هتعرف الانستوليشن عامله ازاي، وسهل مفيش فيه حاجه. بمجرد ما نمسك الاوبجكت هقوم رايح قايل له ري فاير، واروح اقول له اوبن ري فاير فلوتر، هو له فلوتر لوحده بالمنظر ده. في اوبجكتس اول حاجه فيه بيقول لي دايناميك ستاتيك سليبنج، الاخيره دي فيها كلام كتير فهسيبها للاخر. دايناميك معناها ايه؟ معناها ان انا هحط هنا الاوبجكتس اللي انا عايزها تتاثر بالحركه، تمام. في حالتنا دي الكيوب، بس انا عايز ارفع الكيوب سنه كده عشان اوريكم حاجه. هكليك الكيوب واقوم قايل له اد، تمام. بس بعد كده لو رحت لفيزيكس
عندنا طبعا الستارت تايم والاند تايم. طبعا ده الستارت اللي هو بدايه السيميوليشن، ونعود بقى نفسنا على لفظ سيميوليشن. تمام، سيميوليشن اللي هو بدايه المحاكاه او محاكاه الداينامكس او محاكاه الفلويدز وات ايفر هي ايه. الستارت انا هقول له انا عايز الستارت من فريم 2، الا لو انت طبعا وانت شغال فانت عايز الستارت بتاع السيميوليشن ده من حته معينه، فانت هتقول له من الحته الفلانيه. الاند فريم بتاع السيميوليشن ككل هقول له مثلا عند فريم 400 ولا حاجه، انا كده كده مش هستنتجش ان انا هستخدم 600. تايم رينج ما علينا. كوليجن تولرانس، كوليجن تولرانس معناها مثلا دلوقتي دي هتخبط في دي، قبل ما دي هتحصل دي بواحد من عشرة، بس واحد من عشرة ايه؟ بيكسل، متر، سنتي، يونت، واحد من عشرة من الوحدة اللي انت عاملها يعني. اذا قبل ما دي هتحصل دي بواحد يعني بملي هيحصل عملية المحاكاة، فطبعا دي كويسة. سب ستيبس اللي هي الكواليتي، كل ما بتزيد كل ما الكواليتي بتبقى احلى، بس لما بتزيد هي 3 على فكره ما افتكرش ان عمرنا هنزودها عن 3، بتدي ستيبل سيميوليشن. جرافيتي اظن واضحه اللي هي الجاذبيه، طبعا دول لما يخبطوا اكيد هيقعوا ففي جرافيتي. تايم سكيل سرعه الانيميشن، طول ما هي واحد الانيميشن شغال تمام، بتزيد هتلاقيه سريع جدا، بطيء هتلاقيه بطيء جدا زي شغل ماتريكس كده، ممكن تعمله سريع وبعدين يبطئ وبعدين سريع تاني. تمام، طب لحد كده الدنيا تمام؟ اه تمام. طب نعمل بريفيو منين؟ من هنا بريفيو. اوبس، خدنا بالنا صح، خدنا بالنا ان ده وقع. طب مبدئيا عندي حاجتين، اولا عايز احط هنا جراوند، ودي سهله لو انا جبت حته بلان حطيته هيبقى جراوند. بس ري فاير في اوبشن حلو قوي، لو نزلنا تحت خالص بيقول لي هوم جريد اس جراوند، يعني الهوم جريد ده اللي هو الجريد ده يبقى اس جراوند وقايل له اون. بالشكل ده انا لو جيت عملت بريفيو جميل. هتقول لي يا باشمهندس هنا حاجتين، اول حاجه ده مش عايز يقع على طول، تمام انا عايز يقع لما دي تخبط فيه، تاني حاجه ان دي تخبط فيه. طيب مبدئيا انا مش عايز ده يقع، يبقى انا هاجي هنا في عندي اوبشن اسمه دي اكتيفيت ستاتيك دايناميك اوبجكت. ايه بقى ستاتيك دايناميك؟ يعني الاثنين جايين ورا بعض. هو يمكن ده سوء تعبير من البروجرامر، وان يكون هو بروجرامر رائع بصراحه، عمل بلجن تحفه بصراحه، تحفه تحفه يعني. ده كمان التولز هنا رهيبه يعني. خلاص، فانا هقول له معنى ايه ستاتيك دايناميك. الكيوب ده ما بيتحركش، هو واقف بس هو في نفس الوقت دايناميك، يعني هو انا مش عامل له انيميشن، هو ملوش كي فريمز، دي ليها كي فريمز، ده ملوش كي فريمز. بس انا عايز اقول لده ما تبقاش دايناميك، يعني هو ما تبقاش دايناميك الا لما حاجه تخبط فيك. تمام، فعشان اقول له دي هقول له دي اكتيفيتي ستاتيك دايناميك، يعني اي جسم عندك دايناميك بس واقف في مكانه ما بيتحركش اعمل له دي اكتيفيشن. بالمنظر ده انا لو جيت عملت بريفيو ما بيتحركش. تمام، طيب لو انا رحت على الكوره ورحت على اوبجكتس، هي دي ايه؟ دي دايناميك ولا دي الجسم اللي هيخبط في ده؟ طالما ده هو الجسم اللي هيأثر على جسم تاني بالحركه فبسميه ستاتيك او سليبنج، وممكن برضو يبقى دايناميك، بس انا هقول له ستاتيك حط السفير. فيزيكس بريفيو، تفتكروا احس بيها؟ هو ممكن يحس بيها بس في الحاله دي يبقى الاوبجكت او يبقى تبقى الكوره ما هياش في الاستاتيك. استاتيك او كينيماتيك هو اي دايناميك انجن بيعتبرها فلور، يعني بيعتبرها جسم ثابت ما بيتحركش، ملوش حركه، ملوش كي فريم. في حالتنا السفير دي بتشتغل الاثنين، يعني هي اي نعم بتتحرك بس في نفس الوقت هي هتخبط في ده. خلاص، فممكن نعمل ايه؟ اولا انا ممكن اشيلها من هنا وممكن احطها هنا، بس لو جينا عملنا بريفيو
الديناميك انجن بيلغي الكي فريمز. طب ايه الحل؟ هشيلها من هنا كلير، او مش هشيلها كلير، هحطها هنا زي ما هي، ارجعها تاني لاد زي ما شفت اتشالت من هنا جت هنا، بس هروح لفيزيكس. ولو ما تنساش ان انت هنا قايل له دي اكتيفيت ستاتيك دايناميك، يعني هو مش شايف ده اصلا. طب هو ايه اللي هياكتيفه؟ ما هو ده طالما معمول له دي اكتيفيشن، ري فاير مستني منك اكتيفيتور، انت هتاكتيف ده بايه؟ ممكن تقول له ايه بقى؟ اكتيفيت باي فورس، اكتيفيت باي جيومتري. باي فورس هنتكلم عليها بعدين، لكن انا حالا عايز اكتيفيت باي جيومتري باي اوبجكت. باي اوبجكت. بس علشان الاكتيفيتورز تشتغل لازم تتحط في حته اسمها سيميوليشن بروبرتيز، فهاخد دي وبرضه هحطها هنا. تعال نعمل بريفيو. ما شافهاش. طب ليه بقى؟ هقول لك، لانك انت لسه ما عملتش دي اون. تاني المره دي شافه، شافه ودي متحركه والدنيا تمام ومفيش اي مشكله خالص. طب ده كده زي الفل، كده حلو قوي. يبقى احنا كده عرفنا ايه هي الامباكت اوبجكتس، ايه هي الاستاتيك اوبجكتس. هتكلم حالا على السليبنج، بس قبل ما اتكلم على سليبنج، قبل ما اتكلم على الكلام ده كله، انا عايز اطفي ده واطفي ده واشيل كلير كلير كلير. كده احنا رجعنا لوضعنا تاني، ولو ان دي ما زالت متحركه. انا عايز اكسر الكيوب ده. ده كده الانجن او الديناميك انجن شيل ده، انا عايز اكسر. ري فاير بيكسر بطريقتين. الطريقه القديمه بتاعته اللي هي الفراجمنتس، ودي بصراحه فيها ميزه وعيب يعني، تمام. مع المودلز اللي فيها تفاصيل كتير، الطريقه دي للاسف بتعمل ديفوات كتير جدا وبتخلي الموديل منظره بايخ يعني. فاحنا هنستغنى عن دي و هروح لموديفايرز. تكليك موديفايرز، اكتب بس ار اي، اختار ري. عندك هنا حاجه اسمها ري فاير فورنوي. لو ضغطت على ري فاير فورنوي زي ما انت شايف حط لك نقط. النقط دي هي ريبريزنتيشن للاماكن اللي هيكسر فيها او العدد بتاع التكسير. طب انا عايز اشوفهم، قول له فراجمنت بس. هو الشكل ده. افتح، او قبل ما تفتح بوينت فلتر قول له نمبر او نمبر اوف بوينتس، بدل ما هي 100 مثلا خليها 400 مثلا، حاجه كده. جميل. في نقطه مهمه قوي، لو احنا عملنا كده، عايز اتاكد ان هنا فوق هنا الدنيا متظبطه كويس. هو بينزل واخد الحجم تقريبا زي ما هو. انا بس دايما دايما بحب اكبر، اخلي البوينتس بره الاوبجكت بشويه، بحب اخليها بره بشويه يعني، عشان ابقى ضامن ان الفراكتشرز عندي متوزعه بشكل صح، وان الاوبجكت كله متغطي بالفراكتشرز. طب كده زي الفل، كده تمام جدا. هو كده كسر؟ لا ما كسرش، هو بس عمل زي كاتس كده. لو انا مش عايز اتكلم بقى في الكلام ده كله، في كلام كتير، بس انا عايز اتكلم موجزا عن الريفاير واللي احنا نستخدمه فيه. هروح لفراجمنتس، ممكن اقول له ستريتشنج. ستريتشنج دي بتديك بقى يعني، ده مثلا كده عامل شبه الحجاره، اسمنت، حيطه. لكن لو انت عايز خشب، ازاز، مش عارف ايه، هشتغل هنا مثلا. هنا لو انا قلت له ستريتش على زد، اهو بدات اروح اقرب للخشب. كده بدات اروح اقرب للخشب كده مثلا، ممكن على واي سنه كده مثلا، على زد كده يعني، على حسب انت عايز تاخد جلاس، وود، ستونز، على حسب انت عايز تعمل. المهم بعد ما تخلص كل ده، تعالى تحت كده اكسبلود
to objects. هي دي لا تكسروا explode to objects. لو ضغطنا كليك اوب كل ده بقى اوبجكتس. طبعا انا برضو ما بحبش الالوان اللي عامله شبه فرح العمده دي، فانا هقول له تمام. يبقى كل دي كل واحد من دول بقى اوبجكت لوحده كده. جميل. طب دول بقى عشان ما يتوهوش مني، بص لو رحت هنا فوق في حاجه اسمها سيلكشن سيتس، طبعا يا فاضل دي فايدتها ايه؟ سيلكت كل دول كده، انا اولا معرض ان دول اشتغل عليهم حاجات كتير، بس دول لو تهوا لو كان عندي هنا وليكن مثلا انت عامل عمدان بتقع، فانت عندك عمود واثنين وثلاثه واربعه، فانت عايز كل عمود لوحده، ساعه ما يقعوا انت مش هتبقى عارف حتت مين فين تمام. فانت بتسلكت كل دول وبتروح فوق هنا وتكليك تمام، او تعودوا الطريقه الاحسن شفتوا اي بي سي دي edit named selection sets كليك، وهنا انت عامل سيلكت اهو، تعالى هنا اقول له اد سيلكتد اوبجكتس، بس اد سيلكتد اوبجكتس الاول نعمل نيو سيت كليك. الست دي الست مش الست دي امي، الست السيلكشن سيت دي هتبقى اسمها مثلا وليكن دايناميك اوبجي انتر بره دايناميك اوبجكتس اوتوماتيك هو ضافهم تمام. بس خلاص اقفل. بص هنا انت ضيعت السليكشن اهو، تعالى هنا اعمل كده جه السليكشن. تعالى بقى هنا للري فايل، كل دول ارميهم جوه دايناميك امباكت اوبجكتس اهم بالشكل ده، كل ده هيفك. لو رحنا الفيزيكس بريفيو دي تمام. يفضل بقى بدل الموضوع كده رايت كليك شيل بقى ريل تايم عشان ما يعملش سكيبنج للفريمات. بريفيو بالشكل ده طبعا مش هينفع، الطريقه دي مش هتنفع. طب خليكم معايا عشان في حاجه هتحصل حالا. كالعاده اوبجكتس حط السفير في الاستاتيك، فيزيكس دي اكتيفيت استاتيك دايناميك، اد للسفير في السيميوليشن بروبرتيز. تعالوا كده نبص، اوبس تاني والله هي ظريفة. يعني لو انت عايز افكت زي ده ماشي، لكن انت عايز دي تخش تجيب دول كلهم مثلا يعني رأسا على عقب يعني. طب عشان ده يتم بقى مش هتنفعني الطريقة دي، مش هتنفع يعني حتة الحتة دي عشان حاجات معينة activated by geometry الموضوع ده. فهنعمل ايه بقى؟ هنكلير ده ونروح هنا كلير ده، دي هحطها هنا زي ما هي. اما دول هتروح لمنيو وتقول له سند تو سليبنج ليست، ابعتهم لي للسليبنج ليست. تعالى هنا شيل بقى دي اكتيفيت ستاتيك دايناميك وبريفيو. هو ده بقى. هنا كلام، اولا الانيميشن مش هينفع يبقى كده يعني، نشوف كده تاني. بمجرد ما اتلمسي دي قام كله واقع، طبعا ده لا، بس احنا على البدايه الصح يعني، في الاول احنا كده ماشيين صح. تعالوا نشوف الدنيا دي ظروفها ايه. هنا
عندي كام حاجه حلوين جدا. اول حاجه انا عندي حاجه اسمها ديد سليبنج اوبجكتس، علم عليها بالديفولت لو عملنا بريفيو. قربنا اهو، قربنا من الشغل، تمام، قربنا كده من الـ الشغل فعلا، وان احنا ناخد نتيجه مرضيه وكويسه. هاخد دول واقدمهم لورا مثلا 10 فريمات. دلوقتي انا عندي دي بتخبط في دي، تمام. دلوقتي اللي حصل انا قلت له ان دول ديد سليبنج اوبجكت، يعني ايه ديد؟ هيتخبطوا يعني تقريبا هيتعوجوا. يعني لو انا جيت عملت، لو جينا عملنا شفنا البريفيو بالشكل ده اهو، بصوا هيتعلقوا تيك كانك. على فكره تنفع لو انت عامل حاجه زي تلج، بس طبعا مش هتبقى بالشكل ده. المهم يعني حاجه بتمشي فبتعلم مكانها. لكن انا عايز اقول له بقى ريفايف ديد باي جيومتري. ريفايف يعني ايه؟ ساعة ما تلاقي حاجة خبطت الديد هيبقوا دايناميك. طب ما تيجي نشوف قبل ما نلعب في أي حاجة كده. ديب جميل، ما بقوش دايناميك ليه؟ أقول لك ليه. عشان ريفايف ديد باي جيومتري بتشتغل مع حاجة اسمها ريفايف ديد باي فيلوستي. بصراحة هم كلهم بيشتغلوا مع ريفايف ديد باي فيلوستي او باي اوفست. يعني ايه باي فيلوسيتي باي اوفست؟ باي فيلوسيتي انت بتقول للقطعه دي، كل قطعه بتبص على اللي جنبها، لو اللي جنبها اتحركت بالمقدار ده بتزق اللي جنبها كمان فبتخليها دايناميك، فيما معناه ان هم هيقعوا. اذا القيمه دي لو انت كتبتها مثلا 10، اذا لو الكوره اللي جايه تخبط دي، تمام، لو الكرة دي حركت اي قطعة من دول بمقدار 10 سنتي هتاخد اللي جنبها. طب ما نبص لو عملنا بريفيو. بدأنا اهو، يعني كل شوية لو خدتوا بالكم احنا بدأنا نخش على الرياليزم في السيميوليشن، تمام. بدأنا نخش على الرياليزم في، هو ده المفروض يحصل اللي انا شايفه ده، هو ده المفروض يحصل. لا النتيجة الاولانية ولا النتيجة التانية، تمام. اول مرة ما كانش ينفع، هي دي المفروض تحصل. كليك. طب بصوا كده لو خلينا العشرة دي 60 او 100، خلاص، وقول له بريفيو كده. هنلاقي الموضوع بقى ليميت قوي. بص حلوه، لو حاجه بتعدي من بلاستيك، حاجه بتعدي مش بتعدي من حيطه، انت عايز حاجه مثلا تحس ان هي قطعت السيرفس مش كسرته، فبتبقى حاجه زي كده. طب ده كده زي الفل، كنسل. ايه رايك هنخلي دي 5 سنتي، هتبقى سنسيتيف قوي، تمام. و ما افتكرش ان انا هعمل حاجه هنا. Advanced Simulation Properties زي ما احنا قلنا في حاجه اسمها Force Strings by Mass، دي مش هحتاجها. هنا Force Strings Multiplier افتكر ان دي خاصه بدول، يعني حتى لو عملت دي مثلا بتلاته ما افتكرش انها هتأثر على الخبطة، او مش عارف، هنشوف. لا الدنيا تمام. شوف جميلة 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 فعلا يعني. ولو استنينا شوية هنلاقي الحتة دي وقعت. يلا 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 يلا، هوب
ماشي كده. تمام. ادب دي ما فيهاش حاجه. تمام. اللي انا بقى عايز اتكلم عليه كمان الفورسز بتاعه الري فاير. الفورسز بتاعه ري فاير. طب فورسز ري فاير ظروفها ايه، او هنتكلم عليها ازاي؟ خليها في المحاضره اللي جايه كده. انا بس يعني استعرضنا سريعا الري فاير كجنرال، لكن هنتكلم على شويه حاجات سبيسيفيك قوي في كام حاجه او كام محاضره اللي جايه.